غياب مهرجان أعياد بيروت عن الخارطة اللبنانية الصيفية خلال السنوات الأخيرة بسبب الوباء الصحي من جهة والوباء السياسي من جهة أخرى، جعل الشركات المنظمة لإلو تويوتوسي وستار سيستم تتخذ قرارها بتقديم ليلة واحدة لمحبي ملكة الإحساس إليسا اللي اعتادت لقاء جمهورها على مسرح أعياد بيروت بشكل سنوي. فبالتعاون مع شركة بي جي ام برودكشن وبرعاية اعلامية خاصة لشاشة ال بي سي اي ولراديو وتلفزيون اغاني اغاني، تم تنظيم حفل مميز بكازينو لبنان جمع كل من اليسا وزياد برجي على مسرح واحد. امين ابياغي وجهاد المر هن اخوة، يمكن اول مرة بيجمعنا تعاون، بس اكيد من خلال هالتعاون رح يجمعنا عدة مشاريع. ونحن مهما يصير، انا قلت قبل بعز الازمة انا كنت الوحيد اللي عم بعمل ايفنتات، ورح نضل بالبلد ورح نضل متحمسين نعمل إيفنتات، وهالأرض نحنا ما منتركها. ومثل ما شايف الحمد لله الله عم بيوفقنا وعم بيكون النجاح حليفنا، كتر خير الله. هيدا الثقة اللي عطيني إياها إدارة الكازينو عم يعني تعطيني إذا بدك بوش، وعم تقويني، وإذا لاحظت عم نعلي شوي كل فترة البروغرام، عم نجيب نجوم أكتر. إن شاء الله البلد هيك بصير من أحسن لأحسن، بصير نجيب كل نجوم العرب يتواجدوا بالكازينو كمان. إليسا بدأت تتحضر للقاء محبينا بالوقت اللي كان وصل زياد للكواليس وأصبح جاهز للمسرح، لكن قبل كان لابد من زيارة سريعة لملكة الإحساس. ولعة إيه؟ شو الحين حبيبي شو الحين؟ ما اللي بنقوله ما بنقوله على التلفزيونات، نحن هيدي البراءة. أول مرة ببقى محمس بلبنان، يعني قديه كنت اتحمس بأعياد بيروت، هي أول مرة بعد هالقطعة كلها مش مصدقة بطلع على المسرح. انت الناس مش مصدقين يشوفوك اصلا، ويشوفوك كمان يقبرين البطاقة. شو في بالألبوم جديد؟ اوه يلا نازلة بنص اوغست. ارتاح ارتاح رحمون غششنا رحمون. لا غنية من كلام احمد ماضي الحان زياد برجي. شي حلو كثير يعني ما لا لا ما بدنا نقول حلو، شي مهضوم، خلي العالم تسمع وتحكم. لبنان طبعا هاي الغنية. انا ما بعرف بلا فينا نقول قولي. شو مسميها انت؟ شو بتقولي؟ لا عن جد قول. لا ما هلا انا وبطير او انا وبس، وبطير او انا وبس. نحن رح نطير معكم، ورح صور لها هيك بدال الليركس فيديو فيديو مهضوم مع انجي جمال يقبرني موديلها. بعد ما سمينا الاغنية الجديدة اللي رح تبصر النور خلال شهر آب الحالي، توجهنا للمسرح وحماس زياد كان كبير. يا حبيبي انا على طول بتفكر فيه وبتحكيني بحكيه، انك ما بتزعلانة ولا بدك حدا غيري يحبك. يا حياتي انا تقديمه لأول أغنيات الحفل، زياد رحب بالحاضرين وبشكل خاص بصديقته دليدة خليل. دليدة أهلا وسهلا بحبيب قلبي، صديقتي وزميلتي ورفيقتي، يحققنا نجاحات كتير مع بعض، دليدة خليل أهلا وسهلا فيك. دليدة، أي غنيتين اليوم حابة تسمعيهم؟ واحدة من إليسا وواحدة من زياد. زياد كتير معلقة بأغانيه لأنه يعني بحكم شغلنا سوا وهيك، يعني في أغاني كتير بحبها. شو حلو حبيبي، شو حلو، شو حلو، شو كذاب إذا غني لي إياها. وإليسا أكيد من أول دقيقة عبالي أسمعها منها لايف، وكل أغانيها بحبهم كلها بحبها. أي أغنية رح تقومي ترقصي؟ هلأ أنا برأيي ما كتير تصوروا كل السهرة، أنا ما هتلاقوني إلا عم برقص. كل الأغاني حقوم برقص عليها أنا. اختار
اختار زياد مجموعة من أحلى أغنياته لهالحفل، كما قدم بعض الأعمال اللي بتحمل توقيعه كملحن. زياد وصلته وكاميرا أغاني أغاني والزميل فراس حليمي كانوا بانتظاره. زياد شو الحفلة الحلوة؟ جنن. أول شيء كتير كنا مبسوطين. على كل حال صيفيتك عمراني بلبنان. أنت من أكثر الفنانين اللي عم بيغنوا بلبنان عم بيعملوا حفلات. طبعاً. وكانت رسالتك واضحة من قبل موسم الصيفي للفنانين لما قلت لهم إنه تنازلوا هالصيفية بدنا نفرجي صورة حلوة عن البلد. الحمد لله لا والله والكل محب، يعني مش رحنا نقول إنه نحن بس عم نعمل هالخطوة، نحن بالعكس يعني نحن متشرف نغني بلبنان أحلى سهر بلبنان. واليوم الليلة مميزة عن جد، يعني باسكال بي جي ام لنا فترة عم تعاون سوا ودايما عم يشتغل على كواليتي سهرة، سهراته الكواليتي اللي عم يشتغل عليها كتير عن جد هي بتمثل الإيمج تبع لبنان. واليوم مع إليسا حبيبتي كمان قصة كبيرة وجو بجنن وحب وناس عن جد متلهفين لأجواء اللي بيتميز فيها عن جد اللبناني، اللي انت بتعرف من لا شيء بيعمل سهرة، فكيف إذا سهرة بهيك تنظيم بهيك ترتيب. كل شيء كان رائع والجمهور كان روعة عن جد، انبسطت كتير. كان ناقص شيء واحد، شو ايش الصيفية؟ اي مزبوط، ما صرنا بنص الصيفية. ايه بس على المسرح لما قلت لنا اياها عندي صدى حلو حتخلص الصيفية. لا بقصد انه هي لأول عشرة ايام من الصيف. بس هي انت عاملها بس لأول عشرة ايام بس. مبسوط بالاصداء؟ كتير الحمد لله، مبسوط لانه يعني اول شيء الجو عم يرجع يتعافى، ومبسوط انه الناس الحمد لله علاقتها فيني خاصة باللايف عم تكون كتير مميزة. وصاروا أغانينا قرب منهم وصاروا عم يعني عم بيقدروا يحققوا جو معين. كنا دايما نستعين بالقديم ونستعين ونستعين، هلأ الحمد لله الريبرتوار ناس حبته. مبسوط بكل شيء عم بيصير صراحة، ومبسوط بالحركة اللي هلأ لبنان عم بيفرزها، يعني بفضل أول شيء بفضل اللبناني، يعني سبحان الله أهله سهلة بكل الموجودين من وين ما كان الأخوة العرب وكل الدول. وبالفعل زياد ما غنى أجت الصيفية على المسرح، لكنه قدم أغنية للسلطان الطرب جورج والصوف واتمنى له السلامة. زياد أنت دايما كريم بمحبتك، وعلى المسرح اليوم كمان حبيت أنك توجه رسالة للسلطان الطرب وغنيت له. أكيد الحمد لله على سلامته، لأني أنا عرفت أنه عمل عملية وما دقيت له، قلت بدي ابعث له الحمد لله على السلامة والحمد لله على كله إلا الحنجرة. بس انتشر كله إلا الحنجرة. انتشر على السوشيال ميديا إنه في أغنية جديدة أنت. أكيد في أغنية جديدة. بيتكلم عليا كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحاني وتوزيع زاهر ديب وغناء السلطان إن شاء الله قريبا. أثناء حديثنا مع زياد بلشوا الفانز يكتروا حوله ويطلبوا يتصوروا. هاي يا خي، طب لما تكون جاجل وهيك حياتك بتكون صعبة. بصور ما عم بمزح. يا أهلا وسهلا. يلا أنا أشوفك وقاعد يبرني أنا إن شاء الله. أنا لا مش أنت، ريتو قلبي. أنا بحبك كتير، تقبريني أخذ بس سلفي معك. يقول بتشرف سلامة قلبك تقبرين. أنا بيخدها كمان. لا كتير ريتو قلبي يوقع. أنا خلاص ما تقولي لي هاي يا عيبي الشوم مني. تقبريني إذا ما رح يموت إذا أنت بضل شيء. تقبريني عن جد. وإذا أمثالكم بضل شيء. أنا بحب لبنان كتير، أنا كندية بس بحب لبنان كتير. لأنك بنت أصل ولا لا؟ ما رح أتركه للبنان. أكيد أكيد حبيبي. تقبريني شور. هيدا جمهور زياد.
من عجقة المعجبين سرقنا زياد وزرنا إليسا مرة جديدة بالكواليس لالتقاط بعض الصور التذكارية قبل صعود على المسرح، خاصة أنه حماس جمهورها كبير للقاءها بعد هالغياب الطويل عن الحفلات بلبنان. شو أكثر غنية اليوم بتحب حابب تسمعها من إليسا؟ اوف كتير بتعريف. أنا جاية بالسيارة أساساً كنت عم فكر نفس السؤال، ما بعرف إنه عبالي ما أتوقع شيء، بس عبالي هيك أسمع قصص حلوة، وبحس اليوم السهرة كتير رح تكون حلوة لأنه إليسا مشتاقة لجمهورها اللبناني ونحن مشتاقين لها بلبنان لأنه عم بتضلها يعني بحفلات برات لبنان. بقى شو ما غنت أكيد رح تكون الأجواء حلوة. اليوم معنا زياد برجي وإليسا، أي غنية بتحب تسمع من كل واحد منهم؟ ناطرين أكيد زهرة الياسمين لإليسا، يعني أغنية وطنية بهالظروف اللي عم يمرق فيها، بعتقد غنية اجت بمحلها هيدي الصيفية، وخاصة إنه هيدا تعاون الأول بين إليسا وأكيد المؤلف الموسيقي الكبير أسامة الرحباني، وكنا حبينا كتير نسمعها بحفل هبة طوجة، وأكيد ناطرين الليلة لايف كمان. بزهرة الياسمين افتتحت إليسا الحفل وخلاله قدمت أحلى أغنيتها، وكان واضح مدى سعادتها بهالليلة. بين قديمة وجديدة وتقريبا بين كل الألبومات جالت إليسا، ومع كل أغنية كانت الزقفة عم تعلى والأصوات عم تختلط ببعضها والجمهور عم بيعيش أحلى اللحظة. بالنسبة لإليسا اللي أحيت عشرات الحفلات خلال السنة الحالية، الوقوف أمام أولاد بلدها له طعمه الخاص والمختلف. إليسا فرحتنا كبيرة اليوم، يعني كلنا كل سنة نمترك بأعياد بيروت، اليوم بكنز ولبنان رجعنا أجواء أعياد بيروت، واليوم مش حفل كان كونسرت. أنا مبسوطة، مبسوطة إنه هالسنة يعني مش بس هلأ، الصيفية كلها بتحس إنه رجعت الحياة شوي للبنان بوجود الحفلات والمهرجانات اللي صارت، والعالم اللي اجت على لبنان مش بس اللبنانية يعني من كل الجنسيات العربية. سو أنا مبسوطة كتير يعني، لقلي هلأ اليوم الحفلة أهم من أعياد بيروت لأنه ورباك، يعني مثل أنه كنا عن جد أنه بين الأزمة الاقتصادية وبين كورونا كنا خلص يعني أنه ما في حياة بلبنان. بقى رغم كل شيء نحنا موجودين ورح نضل نقاوم بطريقتنا طبعا، ونخلي لبنان حلو ونوصل الصورة الحلوة لألو للعالم. شفنا فانز أجوا من كل الوطن العربي، التقيت بناس كتير برجي من العراق ومن الكويت ومن كل دول عربية. كمان أنت إليسا من الفنانات اللي ما عنده مشكلة يتنازلوا عن كتير من الستاندردز تبعهم كرمال يعملوا حفلة بالبلد. يتنازل عن قصص مادية مش من ستاندر الفني. سو اكيد لانه يعني انا بالنتيجه انسانه وعندي رساله اقدمها لبلدي، سو من خلال شغلي كفنانه بقدر اكيد اتنازل ماديا عن قسم او عن، واقدر اغني لانه هيدا اهم يعني من ال. وما قدرتي ما تغني للبنان ولا ست فيروز؟ اكيد ما في ورح ضل غني بيقولوا البدونية فيروز لنا للكل، اتس اور ليفينج ليجند مثل ما بيقولوا، ونحن منكمل يعني منكمل معه يعني منكمل معه. صادف الحفل مع تحقيق أكثر من 200 مليون استماع لأغنية من أول دقيقة اللي قدمتها إليسا مع النجم المغربي سعد المجرد، وعلى المسرح كانت غنتها والشركة المنظمة للحفل حبت تتفاجأ بالاحتفال فيها. Yeah.
اول دقيقه حققت نجاح كبير، واليوم على المسرح احتفلنا بال200 مليون. كنتي موقعه هالغنيه تعمل هالحاله؟ لا انا ولا مره، يعني حتى لو انا بعرف انه الغنيه حلوه ما بقدر، يعني ما بقدر اقدر قد ايه ممكن تنجح. يعني حتى انا لما حكيت عنها قلت عندي غنيه مهضومه رح تنزل قريبا، ايفن انا ما بحب اعطي اكسبكتيشنز عاليه. فالحمد لله توفقت، وهذا اول عمل فردي لإلي، يعني انتاجي، وانتاجي هي انا وسعد اكيد، وام سو هابي، ام سو هابي. بعد الاحتفال والحديث عن الديو صار وقت نعرف موعد الألبوم الجديد وشوية تفاصيل عنه. نحكي عن الألبوم الجديد، كل الفانز ناطرين الألبوم أكيد. الألبوم رح يكون في تعاون مع مروان وزياد وناس كتير من مصر. خبريني شوي عن الديتس وعن التفاصيل. هلأ رح نزل أغنية هلأ بشهر أوت بأوغست، رح تكون مصورة بس تصوير مش فيديو كليب كبير ولا ليركس فيديو، مع إنجي الجمال عم نصورها هالجمعة ورح تنزل إن شاء الله. هيدا من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي. والعمل بدي شوف أي متى، لأنه جاي المونديال وأنا تأخرت بالتسجيل لأنه كان في سفر كتير وحفلات، سو ما كان في وقت أناف إنه يكون رادي بالصيف صراحة. والغنية وقتها نزلت يلي هي من أول دقيقة ما كنت حابة ألغي النجاح تبعه، يعني حققت أصداق ألبوم، حققت أصداق أكتر من ألبوم حقيقة، سو كان بدي إياها تاخد حقها. يعني مشان هيك أخرت الأغنية شوي، لأنه الأغنية بعد ما صرنا 3 أشهر وصارت اليوم 200 مليون خليها تاخد حقها، يعني مش غلط. يعني معقول نرجع للسير القديم تبع كريسمس، الألبوم يكون مثل ما كانوا الفانز تبعك ينتروكي كل سنة بكريسمس السنة؟ معقول انه معقول بعد المونديال اكيد، لانه ما بدي احرق ألبوم. يعني انا بتعرف اخر عمل نزلته بعد 3 أيام صار انفجار بيروت، ما بدي احرق عمل بولا طريقة، بدي اشوف وقت تايمينج مناسب وان شاء الله يعني ما يجينا شي مصيبة وننزله ننبسط فيه. طيب خلينا نعرف شوية تفاصيل عن الألبوم. شوي شوي الفانز كتير محروقين بدون يعرفوا تفاصيل. ما في احكي شي، ما في اقول شي. ناطرين عودتك انت ومروان في، يعني في 3 أغاني مع مروان خوري، 3 أغاني انابل. شو ما انا ما بتعرفني انا لا بقول انابل ولا شي، انا كيف حاسة يعني؟ ان شاء الله ان شاء الله. هلا انا سمعت وحدة ان شاء الله الله يوفقنا فيهم. طيب ناطرينهم اكيد اغاني حلوين، بما انه مروان خوري بكفي في احساسه وكلامه بده، سو في حد ادنى البقوة يخلي العالم تسمع. طبعا مثل العادة، يعني انا مصر لإلي لبنان الثاني، يعني سو في مصري في لبناني، ألبوم منوع. بس السنة توفقت أكتر بأغاني لبنانية، لأنه بتعرف وقتها كنت مع شركة روتانا ما كان في اتعامل كتير مع بالأحرى مع مروان اللي هو يعني أحد المفضلين عندي، لأنه كان في حقوق رايتس وهو مش متفق فيها مع روتانا. سو هلأ تعتبر يعني فيك تقول أنه ألبوم نص مصري نص لبناني. كنا بانتظار الألبوم بعد المونديال، يعني تقريبا مع بداية العام 2023. أما على صعيد الحفلات فإليسا كانت أكتف كتير هالعام، واللافت كان عدد الحفلات اللي جمعتها مع النجم وائل كفوري. جلت العالم أنت وائل كفوري السنة، بسم الله حفلات بتاخد العقل وبكل المحلات بالوطن العربي وبرا الوطن. وهلأ عنا باستنبول قريبا وعملنا 3 حفلات كانوا ناجحين. وبتعرف وائل أنا من الناس اللي بحبهم، من الفنانين اللي بحبهم ومن الأصدقاء القديمين. يعني نحن يعني ما نعم نشوف حال يعني بعد كل يوم وهيك، بس أنه لما بنشوف بعد في ود وفي محبة وهذا المهم. شفنا عدد من زميلاتك نزلوا أغاني، حبيت شيء معين؟ في شيء لفت من الأغاني اللي سمعت؟ في أغاني مهضومة لسه كمان عجبتني كتير حقيقة. نانسي مهضومة غنيتها أكيد، هيفا ستيل الغنية تبعها كتير لذيذة ودمها خفيف، صالة طبعا، ونوال كمان شفت لها آخر غنية. لا أنه في تنوع وفي هيك هيك رجع إيفن الحياة للفن وللموسيقى إذا بتحس يعني بلبنان، وهيدا المهم. والله يوفقهم، بتجنن
بتجنن أسألها، بحبها على صعيد شخصي كتير، فيها تغني الغنية أنا بغني لست فيروز ما باخد إذن حدا، دقت لي لتسألني بدي غني عبالي حبيبي، قلت لها عم تسألين أكيد غني، بتجنن. ختام اللقاء كان بسؤال عن الانتخابات الرئاسية، خاصة أنه مع بداية العهد الحالي إليسا كانت ترند بتعليقها مع أغاني على وصول الجنرال ميشيل عون لكرسي الرئاسي. أنت راضية عن نتيجة تبع لبنان؟ يعني رئاسة عادي عادي، مش كتير راضي عادي عادي. من 6 سنين تقريبا وقت سألتك بعد الانتخابات الرئاسية قلت لي عادي إذا بتتذكري، وخربنا الدنيا بالعادة اللي قلناها. بعد فيها هلأ شي 100 يوم ما بدك يفل لا لا هو عم يعني وقته عم يخلص، بس انه knowing him في ضل قاعد بالاصل يعني هلا وحده بيعرف. عندك مرشح؟ لا. ثانك يو اليسا الليلي بتاخذ العقل، وثانك يو على كل شيء. الحمد لله على كل شيء، ميرسي. بهالعفويه انهينا لقائنا مع اليسا، لكن ما تركناها، فكالعاده الفانس كانوا بانتظار التقاط بعض الصور التذكاريه مع نجمتهم المفضله، وهي كالعاده ما بتبخل على حدا من محبينا، فكانت عم تستقبلهم بابتسامه عريضه وعم تسال عن اخبارهم وتطمن عليهم رغم تعبها. ليلة رائعة سجلتها شركات تويوتا سي ستار سيستم وبي جي ام برودكشن مع إليسا، النجمة اللي ما بخلت يوم على بلدها بمبادرات أو بحفلات أو بمواقف أو حتى بصوت العالي. على أمل نلتقيها الصيف القادم بقلب بيروت، المدينة اللي ما بتفرح إلا لما تعانق صوتها، وبالمهرجان اللي بتشكل معه التوأمة روحية أعياد بيروت. وكل حفل وأنتوا بألف خير. Yeah.